في سوق الجملة ببير القصعة إنتاج وفير من الخضر، خاصة الورقية منها، التي يقبل عليها التونسي بكثرة خلال عيد الأضحى. منتوجات وإن اتفق الجميع على وفرتها، إلا أنهم اختلفوا حول أسعارها التي يراها تجار الجملة مناسبة، فيما يعتبرها تجار التفصيل باهظة ولا تتماشى مع المقدرة الشرائية للمواطن. موجود أخي الرب، كل شيء موجود. لا بين صومت مناسب، لا صومت ساعد ساعد غير الله فبركة، ما كل شيء موجود. البطاطا موجودة، الطماطم موجودة، اللي تيرقص السلك، المعدنوس، كل شيء موجود. السلع موجودة، ما الأسوام بصراحة معناتها نحن نانا خضارة ساعة ساعة نروح وما نسلعوش، خاطر مواطن برا معناتها يا حليله. العلوش هاك تشوف الأسوام تاع العلوش، الخضرة كيف كيف، تو كيما حاشاكم البصل وت البارح ب 500، اليوم ب 800. موجودة خيرات ربي، اللهم صل على النبي، موجودة الخضر الورقية، موجودة السلع اللي مطلوبة في العيد، موجودة البصل، موجود الطماطم، الفلفل، موجود، موجودين كل شيء موجود. أما التكلفة غالية على الفلاح، على الفلاح كل شيء غالي على الفلاح. وفرة الإنتاج من الخضر أرجعها المتصرف المفوض للشركة التونسية لأسواق الجملة رؤوف الخميسي إلى التساقطات الأخيرة التي شهدتها البلاد، والتي أدت إلى تحسن في الكميات الواردة على السوق، وبالتالي تحسن الأسعار. الأمطار متاع شهر أفريل وأواخر أفريل وماي وبداية جوان كانت مفيدة جدا، وخلت الكميات معناها تتضاعف. ألور كمياتنا من الخضار الورقية لباس، والأسعار متاعها معناها نقصت بالكدا. من شهر ماي معناها شهدنا ارتفاع ممتاز جدا في الكميات الواردة على السوق، وهذا طبعا أثر على الأسعار، نقصت الأسعار بطريقة باهية، خاصة في المواد الرئيسية كيف البطاطا والطماطم والفلفل. كما تعمل الشركة التونسية لأسواق الجملة بالشراكة مع اتحاد الفلاحين على مزيد تحسين كميات الخضر الواردة على السوق، من خلال تشجيع الفلاحين على جلب منتوجاتهم إلى سوق الجملة، في انتظار مزيد تحسن الأسعار في الأشهر القليلة القادمة، حسب ما صرح به المتصرف المفوض للشركة التونسية لأسواق الجملة.